منى عندها سؤالين. مشكلة الوالد اللي كان تعب وكان قاسي عليهم وبعد كده كان بيطردهم بسبب المرض اللي كان فيه، فهي سابوه كانوا بيروحوا يشتغلوا ويصرفوا على نفسهم. وبعدين بتقول أنا لما قالوا لي إنه مات ما تأثرتش من كتر قسوته، لكن بعد كده حسيت إن الناس بدأت تيجي علينا لأن وجوده كان حمينا. فهي بتقول لكن انا بدات ازوره وبقيت اقول له يا رب انا مسامحاه، فهل ربنا يقبل؟ ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ما حقوق العباد دي، اذا الانسان سامح الانسان فيعني ان شاء الله نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه، وبل نسال الله سبحانه وتعالى لهذا الوالد الرحمه الواسعه والمغفره العظيمه، يعفو عنه واستمري على ما انت عليه في معامله الوالده في الاحسان اليها قدر الطاقه، وانك انت بتبريها بالعطاء المادي قد سعتك وقد قدرتك، وفي نفس الوقت دايما بريها. واعقل الناس اعذرهم للناس، فدايما نعذر عشان ما نزعلش وناخد في نفسنا والامور تبقى يعني مشكلات كبيره. فانا اتمنى انك انت تستمري على صنيع الخير وتدعي لوالدك ده، ادعي له بالمغفره والرحمه، وان شاء الله نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. بالنسبه انها بتعامل الاخ الصغير افضل واحد فينا، التقديرات دي بتختلف من شخص للتاني يا منى، واكيد ان النبي امر بضروره التسويه لما في ذلك من عائد نفسي واجتماعي عليكم، لان انتوا بتطلعوا تحبوا بعض او تطلعوا في نفوسكم شيء لبعض، فالنبي أمر بكده من أجل تحقيق العدل في تربية الأبناء سواء في العطاء المادي أو المعنوي، وكذلك عشان يعيش الجيل ده مع بعض وبعد انتقال الأب والأم في جو من السلام والوئام، ما تبقاش النفوس شايلة من بعضها نظر لتمييز الأب أو لتمييز الأم. ادعي إن ربنا يغفر لها ويرحمها ويعفو عن تقصيرها إن كان منها تقصير، ويحنن قلوبكم على بعض سواء أنت مع أخوكي ومع اخواتك كلهم ومع والدتك كذلك، وخليكي في صنيع الخير منشغله، ما تدخليش نفسك في حاجات هتجيب عليكي سيئات، ربما تخليكي تقولي كلمه تعملي موقف فتتحاسبي عليه.